فاطمة وأنت ما اسمك؟ أنا اسمي بيلا. حسنا، أنا سمعت أنك تبحثين عن شيء هنا، هل هذا صحيح؟ أنا أبحث عن هديتي. تبحثين عن هديتك؟ حسنا بيلا، أنا أستطيع أن أريك مكان الهدية، ولكن أولا يجب أن تجيبي على بعض الأسئلة، هل أنت جاهزة؟ جاهزة. حسنا، السؤال الأول، على أي كوكب أنت تعيشين؟ أنا أعيش على كوكب الأرض. ممتاز ممتاز، هذا إجابة صحيحة. حسنا، السؤال الثاني. في مركز المجموعة الشمسية. الشمس. ممتاز، رائع، هذه إجابة صحيحة ثانية. السؤال الثالث. ممتاز، السؤال الثالث. بيلا، قولي لي، ما اسم الكوكب الذي يوجد حوله حلقات؟ ساتورن. ممتاز، رائع، أنت ذكية جدا. ممتاز. والآن قولي لي يا بيلا، ما اسم الكوكب الذي لونه أحمر؟ المريخ. ممتاز، رائع، انت ذكيه للغايه. والان بيلا، قولي لي، ما اسم ابعد كوكب عن الشمس؟ النبتون. ممتاز، انت ذكيه جدا. انا اعتقد انك اجبتي على كل الاسئله، وانا الان جاهزه لكي نجي مكان الاسئله. الاسئله، تريدين سؤال مزيد من الاسئله؟ لا، تريدين ان تعرفي مكان الهديه. أها، حسنا، هيا أعطيني يدك، والآن سوف نبحث عن الهدية. لقد وجدنا الهدية. ما أجمل الهدية. Все, квест пройден. Мы поздравляем тебя, чудесный подарок. Давай посмотрим, что там.